احذر السيئات الجارية، احذر، إن من سعادة المرء أنه إذا مات ماتت ذنوبه معه. احذر، والويل كل الويل لمن مات وتبقى ذنوبه بعده. احذر، عبد يموت وذنبه لسه حي. زي احذر الممثلون والممثلات اللي بيمثلوا الأدوار الغرام، ماتوا ولسه الأفلام اللي لحد النهاردة بتذاع. سيئات الجارية، كم أضل من خلق جعلوا الشهوات مستعرة عند الناس. احذر، ده عبارة عن سيئات مستمرة تصل إلى العبد. عشان كده احنا بنقول لمن لم يتب تب تب قبل الموت. احذر السيئات الجارية، الحق توب قبل أن تموت، إن الأمر جد كله. احذر، ليس فيه ذرة لعب. المرأة إذا تابت أو الرجل إذا تاب، الحق توب. كان ممثل وتاب، ممثلة وتابت، مغني تاب، مغنية إلى آخره، الحق توب. ماذا يفعل؟ يعمل مناشدة في الصحف أن يتقوا الله عز وجل، وأن كل إنسان يمتلك أي حاجة يجب عليه وجوبا أنه يحرق كل هذا الكلام. احذر، فإذا فعل ذلك فقد أعذر إلى الله تبارك وتعالى وفعل شيئا يقدمه بين يدي هذه المعاصي. احذر السيئات الجارية.